يا هلا، تعال نصور لكم اللمسات الأخيرة قبل افتتاح مجسر الشارقية. بس الأكثر من هذا كله اللي عجبني شكل الوحدات السكنية ويا منظر الجسر. تعال نصور الحضرة وحات بكل مكان. 24 عامل إنجازات، إن شاء الله يكون إنجازات لكل الأصعدة اللي موجودة في بغداد. شوفوا التبليط، الشارع تأثث من كل الجهات، صار منظره كلش لطيف وحلو. واحد صديق انتو ما تعرفوه قال لي اتحداك العالم تحب هذا الفيديو ويوصلون 1000 اعجاب. قلت له اتحداك العراقيين هالغيره وحيوصلون هذا الفيديو 10,000 اعجاب. طبعا منظر التيفك لايت كلش حلو وعجبني بصراحه. ان شاء الله دائما يبقى بهذا الحاله ويحافظون عليه بالادامه المستمره. من جوة الجسر المنظر كلش روعه بهذا الزرع والورود. تدرون ايش قد افرح من اشوف هيك مشروع، لان العراق سيد الكون ويستاهل، واهل بغداد هم يستاهلون. تشوفون ما شاء الله منظر الجسر يرد الروح، ويا الطريق ويا هاي العماير الحلوه. زين، هذا المشروع كلش عجبني بصراحه، وان شاء الله كل العراق يصير هيك، وكل مناطق بغداد وكل المحافظات. هنا المغتربين طلعوا وعافوا العراق بأسوأ حاله. يكتبوا لي دائما بالتعليقات صور لنا احدث المشاريع في بغداد، وحاب اصور لكم هاي المشاريع حتى ان شاء الله من ترجعون للعراق تمرون على هاي الاماكن. ان شاء الله افتتاحها الاثنين 27/5. طبعا هذا المشروع يربطك مثلا جايته من المنصور، من العلاوي، من الشالكية، تصعد يوصله الساحة عدن. اعمدت الانارة كملت مثل ما تشوفون، التبليط، التأثيث، الرصيف، ما بقى شيء تقريبا، خلص ان شاء الله افتتاحها يوم 27/5. انا اكثر شيء عجبني هاي الوحدات السكنية ومنظرها ويا الجسر. مثل ما تشوفون هذا هو جسر الشارقية، لمسات الاخيرة قبل افتتاحها، هذا الحاجز اكتمل، اعمدة الانارة السايدين تبلطت وتأثثت وصار بمنظر كلش لطيف يليق بأهالي بغداد. إن شاء الله إن شاء الله العراق كله يكون بهذا الشكل من المشاريع اللي تخدم العاصمة بغداد. من جهة المنصور يأخذك إلى ساحة عدن، هذا هو شارع مطار المثنى. السلام عليكم. طبعا كل المقتربات تأثثت وتبلطت وصارت بهذا الشكل الحلو. باب الله يساعدهم ويكون بعونهم، والف شكر لهم لانه يعني يقدمون خدمه لهذا البلد. والدنيا حاره اليوم، هاي النزله باتجاه ساحه عدن طريق مطار المثنى. كل شيء اكتمل جاهز، ان شاء الله افتتاحها بالساعات القادمه باذن الله عز وجل. هاي النزلة مال مطار المثنى باتجاه هناك قدامكم ساحة عدن وحي العدل، من طلعوا له وطلعوا على الحرية وهاي المناطق كلها. هذا هو منظر الشارع والجسر، تحفة بصراحة. ايش قد افرح من اشوف بغداد بيها هيش مشاريع للأمانة. الله يزيد الخير عن العراق والعراقيين، هذا البلد يستاهل، هذا سيد الكون. هاي اللوحات التعريفية والإشارة المرورية على طول الطريق من الجهتين. إن شاء الله دائما نصور لكم كل شيء إيجابي ومفرح عن العراق، لأن العراق وأنتم تستاهلون كل خير. أخوكم علي العراقي.